سيادة والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد. أقر مجلس النواب خلال مناقشته قانون ضريبة الدخل لعام 2014 بعض بنود القانون، خاصة ما يتعلق بنسب الضريبة على البنوك وقطاع الصناعة وشركات الاتصالات وتوزيع الكهرباء والتعدين. وأقر المجلس ضريبة على البنوك بنسبة 35% من الدخل الخاضع للضريبة، ووافق على استكمال مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2014 الذي كان المجلس ناقشه في الدورة الاستثنائية السابقة وأقر خلالها 11 مادة. كما وافق المجلس على قرار اللجنة الاقتصادية والاستثمار بأن تستوفى الضريبة من الدخل الخاضع للضريبة الشخص الطبيعي حسب النسب التالية: 7% عن كل دينار من 10,000 دينار الأولى، و14% عن كل دينار من 10,000 دينار التالية، و20% عن كل دينار مما تلاها. كما وافق المجلس على المادة التي تنص تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري حسب النسب التالية: 14% عن كل دينار من 100,000 دينار الأولى لقطاع الصناعة، 20% عن كل دينار مما تلاها، و20% لجميع الأشخاص الاعتباريين باستثناء ما ورد في بنود 1، 2، و3 من هذه الفقرة، و24% عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوريد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويل. ووافق المجلس على أن يتم احتساب الدخل الخاضع للضريبة أو الضريبة المستحقة ويخفض المبلغ الناتج لأقرب دينار. وتحت عنوان نرجوكم لا تضيعوا الفرصة، قال الكاتب والمحلل السياسي فهد الخطان في مقالته في صحيفة الغد اليوم: سألت إحدى القيادات المصرفية عن رأيه بقرار مجلس النواب زيادة الضريبة على البنوك بنسبة 5% لتصبح 35%، فرد بالقول: بسيطة، البنوك سترفع أسعار خدماتها على العملاء بنفس النسبة. دائما ما كانت الأمور تجري بهذه الطريقة، فمع كل قرار برفع الضرائب أو الرسوم على القطاعات الاقتصادية كان المواطن يدفع الزيادة من جيبه من دون أن تنقص أرباح هذه القطاعات فلسا واحدا. ويكفي هنا التذكير بقرار الحكومة رفع الضريبة على خدمات الاتصالات وما ترتب عليه من رفع تلقائي لأسعار بطاقات الشحن على المواطنين. تحرير أسعار المشتقات النفطية يعطينا مثالا أكبر على ذلك، فقد سارعت جميع القطاعات إلى رفع أسعار سلعها وخدماتها بما يعادل بل ويزيد على نسبة الزيادة في أسعار المشتقات النفطية. لم تسقط من ذاكرتنا بعد الحملة التي شنتها نقابات أصحاب الأعمال والخدمات في القطاع الخاص لفرض زيادات كبيرة في الأسعار لتغطية كلفة الارتفاع في أسعار الوقود، أجور النقل، رسوم الدراسة في الجامعات والمدارس الخاصة وأجور الطبابة في المستشفيات الخاصة، إضافة إلى قائمة طويلة من السلع والمواد الغذائية بما في ذلك المطاعم والمقاهي. وشهدت العديد من القطاعات حملات لتسريح العمال والموظفين بدعوى تخفيض كلف الإنتاج لضمان الديمومة بعد ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء. من هنا فإننا نناقش الليلة ما تم الاتفاق عليه بتعديلات ضريبة الدخل، وهل هي منصفة للمواطن أم لا؟ هل تضر بمصالح القطاع الخاص؟ وما هو المطلوب لتحسين مستوياتها وسويتها؟ مع ضيوفنا النائب أحمد الجلودي، الخبير الاقتصادي المحاسب القانوني محمد البشير، والدكتور عدلي قندح مدير عام جمعية البنوك. كل ذلك نبدأ الحوار فيه بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. اهلا بكم، نبدا حوارنا الليله وارحب بضيوفي الكرام سعاده النائب احمد الجلودي، اهلا بك شرفت بحضورك. الخبير الاقتصادي والمحاسب القانوني الاستاذ محمد البشير، اهلا بك شرفت بحضورك. والدكتور عدلي قندح مدير عام جمعيه البنوك، اهلا بك شرفت بحضورك. اهلين فيك. الحقيقه قبل ان نبدا الحوار اذكر فقط بسؤال تطبيق شارك عبر الرؤيه لهذه الليله. السؤال يقول: هل تعتقد ان قانون ضريبه الدخل الجديد في صالح الطبقه الفقيره ام الوسطى ام الغنيه؟ سنستعرض النتائج تباعا اثناء هذه الحلقه، وسابدا منك سعادتنا محمد الجرودي، اين وصلنا في قانون ضريبه الدخل؟ ابرز التعديلات التي وردت في هذا القانون. مساء الخير استاذ محمد لك وللضيوف الكرام، وبشكر القناه اللي بنحبها كلياتنا رؤيا على تخصيص هذه الحلقه من اجل مناقشه قانون ضريبه الدخل. لا شك انه هذا القانون ينتظر المواطن الاردني لانه يمس كافه الفئات،
وإن لم يمسها بشكل مباشر فأثرها يقع عليه بشكل غير مباشر. اعتمدت لجنة الاقتصاد والاستثمار المعنية بمناقشة قانون ضريبة الدخل ما اعتمدته اللجنة السابقة من الاستمرار في مناقشة القانون حسب قرار اللجنة الذي تم اعتماده في الدورات السابقة. نعم. وتم بحث لغاية يوم الأربعاء الماضي 12 مادة من هذا القانون. لا شك أنه أهم التعديلات اللي تعرض لها القانون كانت ذات علاقة بالإعفاءات العائلية والشخصية والنسب والشرائح الضريبية، ومحاولة القانون أو محاولة اللجنة لتجديد العقوبات على التهرب الضريبي من أجل الحد من هذه الآفة التي يعني تحاربها كافة المجتمعات. نعم. طيب أنا بدي يعني إحنا ممكن أبرز التعديلات كانت الإعفاءات تحديدا على الأفراد وكذلك البنوك والقطاع الصناعي. نعم. أسمع وجهة نظرك أستاذ محمد كخبير اقتصادي بهذا القانون وبالتعديلات التي وردت عليه تحديدا في هذه الجوانب قبل ما أسمع رأي الدكتور عدلي في موضوع البنوك. يعني هو مش تعديلات، يعني ابتداء قانون جديد، هو قانون ضريبة الدخل قانون جديد، قانون جديد هو بديل عن قانون 28-2009. هذا القانون تنقصه السياسات التي نطالب فيها باعتبار أن ضريبة الدخل تشكل ما نسبته، ضريبة الدخل والمبيعات تشكل ما نسبته 70% من الواردات الحكومية. ومن الظلم مناقشة قانون ضريبة الدخل دون ربطه بقانون ضريبة المبيعات، لأن هذين القانونين في صراع ويعكس صراع مراكز القوى. والسؤال الذي تفضلت به أستاذ محمد أيضا يجب أن يرتبط بالقانونين، بمعنى حتى لا يشعر المواطن الذي يسمع وجهة نظري في أنني أطالب برفع نسب ضريبة الدخل، أنا أجد أن تخفيض ضريبة المبيعات هي الوجه الآخر لمطالبتي برفع نسب ضريبة الدخل. هذا القانون ابتداء هناك حمل لجملة من السياسات الغير مفيدة للاقتصاد الأردني، تبدأ هذه بالتعريفات في المساواة بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي بشركات الأشخاص أو شركات الأموال. نعم. أستاذ هاي ملاحظات أستاذ أحمد نحن نرجع لك فيها. يا ريت يا أحمد، لأنه أحمد مهم كمان بعرف هاي الحقائق. بهذا البند مثلا استقر المشرع الأردني تاريخيا حتى فترة أخيرة 2002-2003 كانت شركة الأشخاص تعامل كالشخص الطبيعي، بمعنى أنه عندما تعلم ويعلم المشاهدين ويعرف أخي أحمد أن هناك ما يزيد عن 150 ألف من هذه الشركات تعبر عن طبقة الوسطى بالدرجة الأساس التي لا تستفيد من الإعفاءات للأشخاص الطبيعيين وفق القانون الحالي والسابق. النقطة الثانية هي بالإعفاءات، الإعفاءات ابتداء من مكافأة نهاية الخدمة مرورا بالرواتب التقاعدية أو إعفاء القطاع الزراعي، هذه عناوين أيضا القانون لم يأخذ بالاعتبار كيف تعامل معها لفائدة أول بندين، فائدة الطبقة الوسطى، والبند الآخر فائدة الناتج المحلي الإجمالي وعلاقته بالقطاع الزراعي. أيضا الإعفاءات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين، أنا شخصيا وأنا رئيس نقصد المواطن نعم. أشخاص الطبيعيين هي المادة 9. نعم. مبكرا كان دفعا دائما تجاه مجلس النواب تجاه دائرة ضريبة الدخل، ومنذ الثمانينات وابتداء من التسعينات يعني ارفع دائما تخفيض الفواتير حتى تقلص من التهرب الضريبي. نعود إلى مثلا طيب دائرة الإحصاءات العامة. اسمح لي نعم. أستاذ محمد، حتى لأنه التهرب الضريبي جانب آخر رح نخذه. لا ما بديش أحكي عن التهرب الضريبي أنا. ما بديش أحكي عن التهرب الضريبي، ونحن نأخذ نسب الأفراد تحديدا. نسب الأفراد ممكن مشكلة، لكن على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المواطنين الطبيعيين والإعفاءات تبعتهم قديش بأخذ إعفاءات، هاي رح نحكيها تفصيلا ونفهمها منك. نعم. تفصيلا. نعم. كيف هي دكتور عدلي؟ البنوك رفعت نسبة الضريبة على البنوك، ومقال زميل
والأستاذ فهد الخيطان يتحدث أنه البنوك سترفع بذات النسبة وهي لن تتأثر أرباحها بكل ما ورد، وأنه هاي الحالة دائمة هذا ما يحدث. كيف استقبلت البنوك موضوع رفع ضريبة الدخل عليها، وهل سيؤثر فعلا على قدرتها على العطاء والإنجاز داخل الأردن؟ شكرا جزيلا. في الواقع موضوع رفع الضريبة يعني لا يمس فقط البنوك، ولكن يمس شرائح مختلفة ومن ضمنها الأفراد كمان ارتفعت عليهم الضريبة. كان عندنا شريحتين 7 و14، صار عندنا 20 كمان 20%، فبالتالي صار عندنا 3 شرائح، وهي ال 20% راح تمس الطبقة المتوسطة من المواطنين، وبالتالي احنا بنحكي عن شريحة واسعة. قبل ما احكي عن الأثر وكيف استقبلت البنوك موضوع رفع النسبة، بحب احكي انه الإيرادات الضريبية للتسع شهور الأولى 2014 مقارنة مع 9 شهور 2013 ارتفعت ب 400 مليون. يعني في إيراد جيد عم بيحصل في لخزينة الدولة، واغلب هاي الايرادات للامانه جاي من ضريبه المبيعات، جزء منها جاي من ضريبه الدخل لكن اغلبها من ضريبه المبيعات. انا مع الطرح اللي فعلا اذا بدنا نراجع قانون ضريبه او نطرح قانون ضريبه جديد او نعدل قانون ضريبه موجود، ان يتم معالجه القوانين بشكل عام كامل بكل متكامل، يعني نطلع على قانون ضريبه المبيعات وقانون ضريبه الدخل على القوانين الاخرى التي تمنح او تحجب إعفاءات لقطاعات معينة، وبالتالي أن نأخذ القوانين اللي إلها علاقة بالاقتصاد وإلها علاقة بالضرائب ككل كحزمة واحدة. نعم. وبالتالي بيكون هيك المعالجة.